انا عندي دلوقتي في تجربه تانية في العملي اسمها تاكتايل لوكاليزيشن. انا عايز احدد النقطه اللي انا اتلمست عندها. هعمل ايه؟ هجيب زمن وهقول له اتفضل حط امسك القلم. انا المفروض هجيب ايدك اليمين وهجيب القلم بتاعي واحط نقطه على صباعك. انت ليه لازم تكون مجهز القلم قريب من المكان اللي هتتلمس عنده عشان ما تنساش انت اتلمست فين؟ فنيجي نطبقها. غمض عينك ونيجي نقرب عشان الناس تشوف. القلم الاحمر كان بتاعي والقلم الاخضر كان بتاع البيشنت. لو تلاحظوا الاخضر قريب من اللون الروز او الاحمر ده، معنى كده انه قدر يحدد بنسبه كبيره البوينت اوف تاتش. السؤال ده بنتساله دكتور، لازم النقطتين يركبوا على بعض اوفرلاب؟ مش شرط، يكونوا جنب بعض. امتى تحصل مشكله؟ نقطه هنا ونقطه بعيده. ايه الاسئله اللي هتتسال من كتاب العملي؟ ازاي ميزهم نقطتين او نقطه واحده؟ ازاي قدر يحددها؟ كتاب العملي كاتب الكلام ده، كتاب النظري مش قايله.